السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور جودة، نعم. أنا مريض السكر لو سمحت. أيوة. عندي 45 سنة. أيوة. وبيطلع لي خرابيط كتير جدا. أيوة. حضرتك بتتحركي ولا قاعدة في البيت باستمرار؟ أيوة. حضرتك بتتحركي ولا قاعدة باستمرار؟ لا بتحرك، أنا ست بيت وبتحرك كتير وبعمل مشاوير كتير. طيب الخراريج الكتيرة دي حضرتك بتعملي تحليل سكر باستمرار؟ ايوه. طيب السكر بتاعك مظبوط ولا بيعلى وبيوطى؟ بيعلى وبيوطى. بيعلى وبيوطى. طيب أيوة. حضرتك ليه ما يعني مش بتظبطي السكر؟ يعني ليه مش بتروحي الاستاذ لا دكتور؟ هو الصراحة من النرفزة وكده، انا في الاكل بحرص. لا انا بتكلم على تظبيط السكر، تظبيط السكر دي وظيفة طبيب حضرتك. ايوه، ما انا مباشرة مع دكتور. طيب ما هو المفروض ان الدكتور بيظبط لك الجرعة، بيشيل دواء ويحط دواء، بيزود قرص بيقلل قرص. ما انا باخد انسولين. لا الانسولين وحده لا يكفي، وسيدوفاج جنبي برضه لا يكفي. طيب معلش الخط قطع. طبعا مريض السكر اشد ما يعاني كذا مشكله اذا كان مش بيظبط السكر. مريض السكر ممكن يشتكي من خراريج كتيره زي ما المشاهده بتتكلم. مريض السكر ممكن يعاني من حبوب اقل من الخراريج شويه، ممكن يعاني من الهرش. مريض السكر ممكن لو ما ظبطش السكر الاوعيه الصغيره اللي في الرجلين تتسد، ولما تتسد تعمل لنا حاجه اسمها غرغرينا. مريض السكر لازم يظبط السكر ويمارس نشاط كتير وتدليك ومساج. طبعا يعني الحركه بالنسبه له مساله مهمه جدا. يكفي انك تعرف ان مريض السكر لو مشي ساعه السكر بيقل 100، يعني لو كان مثلا 285 لو مشي ساعه متصله وقسنا السكر من غير اي حاجه يبقى 185. كأن الحركة بتعالج أمراض كتير جدا، بتعالج الجلطات وبتعالج السكر الزايد وبتعالج الدهون الزايدة. وزي ما بقول ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولا ينشر. حتى أهل الكهف لما ناموا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني كأنه هم نايمين ربنا بيقلبهم يمين وشمال. ليه؟ لأنه لو ثبتوا على جنب واحد الجنب ده للأسف يعني ممكن تتكون فيه قرح وخراريج وقرح فراش. برضو مهم جدا هنعلم الناس حتى أداب النوم، لأنه في بعض الناس يقرأ، بعض الشباب يقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام على الجانب الأيمن. كان ينام على الجانب الأيمن ده في بداية النوم، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب على الجانب الأيمن والجانب الأيسر والظهر فقط، هو لا ينام على بطنه لأن الذي ينام على بطنه شيطان، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم على البطن. الشيء الجميل انه لقيت بعض الشباب نايم على جنبه اليمين على طول الليل، وبعدين بيقول ده من انا بقوم من النوم تعبان. بقول له ليه تعبان؟ يقول لي اصلا نايم طول الليل على جنب اليمين. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام كان بينام على جنبه اليمين، كان ينام في اول الليل على جنب اليمين، على جانبه الايمن، يعني اول الليل ينام على جنبه اليمين وبعدين يغير على ظهره وبعدين يغير على جنبه الشمال، مش هيظل طول الليل على الجانب الايمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مريضه سكر. ايوه. بقالها حوالي 15 سنة. أيوة. حاليا بقالي حوالي سنة التحكم في البول شديد، يعني على ما اوصل الحمام قبل نفسي. وخصوصا بالليل. يعني أقوم 4 5 مرات، ممكن أغير لأربع خمس مرات. سن حضرتك كام سنة؟ 64. طيب حضرتك وانت بتتعالجي من السكر بتعملي تحليل سكر كل شويه؟ يعني مثلا امبارح اول امبارح عملت تحليل؟ كان 150. 150 ده صايم ولا فاطر؟ فاطر. 150 فاطر. طيب عندك مشكله مع الاملاح؟ لانه ساعات ما بيبقاش السكر لوحده، يعني انت مثلا محبه للشاي التقيل، محبه للمخللات، اللحوم؟ لا 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 خالص خالص، هو خالص. ما عنديش املاح بفضل الله خالص. طيب ماشي، يعني هي المشكله كلها دلوقتي بقت في السكر، وان السكر اضعف العضله العاصره بتاعه البول. ايوه. طيب حضرتك ما رحتيش للدكتور بتاعك قام اداكي حاجه تقوي العضله العاصره شويه؟ ما اعرفش بصراحه، اتحركت ان انا اطلب الطلب دون فمش عارفه يعني. طيب انا اشكر حضرتك على اتصالك وهقول لك على الاجابه. دلوقتي لما يكون عندنا يا جماعه مريض سكر، وانتوا عارفين ان مرض السكر بيعمل لنا مشكله في العضله العاصره،
يعني ايه العضله العاصره؟ يعني مريض السكر بيبقى فيه تعب في العضلة العاصرة اللي بتتحكم في البول، وبالتالي يحصل ان البول ينقط منه، يفلت منه، على بال ما يوصل الحمام يلاقي البول سبقه. دي موجودة في مرضى السكر، لانه زي ما قلنا السكر بيضعف العضلة العاصرة. طيب العلاج ايه؟ العلاج ايه؟ العلاج ان انا لما اروح للدكتور وهو بيديني علاج السكر يديني حاجة بتخلي بتقوي العضلة العاصرة للايه؟ بتقوي العضلة العاصرة. العلاج ده موجود؟ موجود. ايوه حضرتك، انا ابني عنده 4 سنين ونص. ايوه. ومن اسبوع من حوالي اسبوعين بالظبط تعب جامد جدا، واعتقدنا انها نزله معويه، وراح المستشفى وادوا له جلوكوز كتير. ايوه. وبعد كده لما قصوا له السكر اثناء ما الجلوكوز محطوط اكتشفوا ان هو 550. ايوه. وكان اول اكتشاف للموضوع ده، يعني ما نعرفش قبل كده. وبعدين طلع السكر 550، فتعاملوا معاه لانها حاله سكر وغيبوبه سكر. وبعد كده كتبوا لنا انسولين مائي 3 مرات في اليوم ومعكر الصبح وبالليل. فدلوقتي انا بسال حضرتك، احنا ما عندناش حد عنده سكر اطفال خالص. هو حضرتك انت بتتابعي للواد السكر باستمرار؟ وبديله الجرعات المطلوبه استني بس من الجرعات، حضرتك بتقيسي الولد السكر؟ طيب والسكر عالي ولا واطي؟ بيعلى ويوطى. يعني كام وكام؟ يعني احيانا يبقى 70 و60، واحيانا يبقى 300، واحيانا 270 في الاوقات المختلفه. يعني يعلى ويوطى. واحيانا يقعد يوم منتظم يبقى 114 صايم و170 فاطر. يعني دي كل دي في خلال الاسبوعين اللي فاتوا. طيب انا بسال حضرتك بس، يعني دلوقتي هل مثلا في، سمعت حضرتك عن قرص النحل او الحجامه، او لو في حاجه طبيعيه، على اساس ان احنا ما عندناش تاريخ، ما عندناش حد سكر اطفال، في سكر كبار بس. نعم. يجي بعد ال40 وكده، لكن سكر اطفال ما فيش خالص عندنا. وانا طيب. مكتشفه الاسبوع الموضوع ده من اسبوعين اتنين بس، يعني هو عنده 4 سنين ونص وما كانش فيه اي حد يعني، وعنده اخوات تاني برضو ما لهمش حاجه ولا كده، ومولود برضو وزنه 3.5 كيلو، مش كبير ولا اي حاجه. طيب شكرا للاتصال. بس ضروري بعد اذن حضرتك، عشان الولد يعني بصعوبه جدا، يا ريت حضرتك تجاوب عليا دلوقتي، لان بديله كل حاجه بصعوبه، الاكل بصعوبه، وساعات ياخد الجرعه وما ياكلش ويهبط مني. فبعد اذن حضرتك يعني يا ريت موضوع قرص النحل او الحجامه، لان الموضوع صعب جدا، فيا ريت حضرتك ترد عليا بعد اذن حضرتك يعني. حاضر يا فندم، وجزاك الله خيرا. شكرا. حاضر. الحقيقه انه سكر الاطفال لما بيجي دلوقتي هو غالب الظن والله اعلم انه فايرال انفكشن، يعني اصابه فيروسيه. هو بيقولوا عليه ان هو اميون ديزيز او مرض مناعي، انتيجين انتي بودي ريأكشن، لكن هو في اتجاه على ان هو فايرال انفكشن، اصابه فيروسيه بتصيب الخلايا البنكرياس زيها بالظبط زي الفيروسات الكبد، زي فيروسات الاعصاب اللي بتعمل شلل الاطفال، زي الفيروسات اللي الهربس اللي بتضرب، يعني كل فيروسات بتضرب حاجه معينه. الحقيقه ان احنا عندنا مجموعه من النباتات ربنا سبحانه وتعالى جاء على هذه النباتات عباره عن انسولين طبيعي، او بنسميها احنا بالانجلش برو انسولين. ايه هي النباتات الطبيعيه اللي بتدي برو انسولين؟ اول حاجه يا جماعه البصل. والبصل ده لو جبنا بصلايه صغيره ضربناها في خلاط وصفيناها واديناها للعيل بالمعلقه، معلقه كبيره مع الاكل بتساوي تقريبا حقنه انسولين. وايه كمان؟ وفي نبات الكزبره. نبات الكزبره يا جماعه، الكزبره الناشفه اللي عندنا لما بتطحن وادي له نص معلقه على زبادي او على اي حاجه، ده بيشتغل حلو قوي مع الاطفال وبيقلل السكر. في حاجات تانية بتقلل السكر يا جماعه، اسمه نبات الباباز. الباباز ده عامل زي المانجا، بناخد منه شريحه عامله زي فص البرتقال مع الاكل، بتظبط السكر. في نبات تاني اسمه نبات الحرنكش اللي هو بيتقشر، ده بناخد نص كوبايه صغيره الطفل بياكلها بيظبط السكر. في حوالي 30 40 نبات تانيين بيظبطوا السكر، لكن كل ام بتحاول مع الطفل بتاعها مره مع ده مره مع ده مره، لغايه ما توصل لطريقه. والحمد لله معانا عدد من الاطفال كانوا بياخدوا انسولين، بدانا نرفع الانسولين تدريجيا لما يبدا السكر ينزل، وبداوا يعتمدوا على الانسولين النباتي من 30 40 نبات اللي قلت عليهم دول، حسب ما يتناسب مع الطفل او اللي الطفل يحبه، لانه ممكن اللي الطفل يحبه التاني ما يحبوش.